ثلاث أمثلة ورا بعض، أربع أمثلة. المثال الأولاني سيدنا لما بيقولوا إيه، إنه قال أول مثل لما قالوا لسيدنا سليمان لما كلوا من سأته، ما دلهم على موته إلا دابته، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، يعني عصيته، يعني النملة ما كانوش يعرفوا إنه مات غير لما النملة أرقضت البتاع فوقع. فلما خر تبينت الجن قال لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. اتنين الجن، يعني بس عشان الناس تفهم، يعني هما فضلوا يشتغلوا على أساس إن هو صاحي. ده بيقولوا المفسرين، بيقولوا 40 سنة الجن، الجن شغالين. سيدنا سليمان قاعد على العصاية بتاعته سان أو ساند عليها، واقف كده عليها، واقف عليه، واقف وما جرالوش حاجة. سبحانك يا رب. ومات وهو ميت، ومحدش من اللي حواليه من الجن بقى وكل والهدهد وكل الناس دي عارف انه مات. لا الجن بس اللي معرفش، كل الكائنات كانت عارفه انه مات. لدرجه ان نمله قد كده ارقضت العصايه. خدي بالك من حته فنيه كده العلماء بيقولوها ايه، النمله عارفه ان ده نبي وعارفه ان اسمه سليمان طبعا، بدليل الايه اللي طبعا انه كم آية الله يحطمنكم. قالت نملته يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. يعني كان ربنا بيذكر قصه وادي النمل ديت علشان يمهد للنمله اللي هتاكل العصايه بتاعته. تمام، شوف ازاي التشبيه العظيم في القران عشان يفهمنا ان النمله عرفت اللي الجن ده كله ما عرفهوش. طيب الحاجه الثالثه اللي لازم تاخدي بالك منها، انه الجن رايحين جايين، طايرين رايحين جايين، طايرين رايحين، انزل يا جن اطلع يا جن، وما عرفوش ان في مملكه اسمها سبأ فيهم ملكه اسمها بلقيس وقاعدين بيعبدوا الشمس. ما قالوش الكلام ده لسليمان، المعلومه ما جاتش من الجن ليه؟ هو ده السؤال اللي بساله. هما مش فاهمين، مش عارفين ده ايه. يعني دي دلائل على ان قدرته محدوده الذكاء جدا، لدرجه ان الهدهد اللي قد الكف خد معلومات ديتيلز مفصله عن ال الملكة، إني وجدت امرأة تملئ، ده بيقول لسليمان كده، وقال له أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. طيب.